هل يضمن الإنسان أنه يعيش إلى الغد؟ هل يضمن الإنسان؟ وصلت اليوم وأنا في تمام الصحة والعافية، وبعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا كاد أن يغمى علي لا لأي سبب، فقلت في لحظتها: ما الذي يضمن لك أن تبقى حيا؟ وأنا أسألكم أنتم الآن، ما الذي يضمن لنا أن نبقى حيا إلى الغد؟ إذا ما جن ليل هل نعيش إلى الفجر؟ والله ما ندري. إذن لابد من عدم التسويف. تسمع الأذان حي على الصلاة، يلا على طول قم، لا تسمع كلام الشيطان يقول لك ترى الإقامة بعيدة تو الناس ها؟ ما يصلح هذا.